الكونغرس العالمي للإعلام اللي يضم نخبة من قادة الفكر في القطاع، يعتبر هذا المؤتمر منصة مثالية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لرسم مستقبل إعلام أفضل. بنات ما جيتوا وياي بس ترى صورتكم موجوده. هناك العديد من الخدمات المتاحه، يرجى اختيار الخدمه التي تريدها. حبيت الروبوت الذكي من شطه بضبي، فيه خدمات مميزه الصراحه، منها خدمه تم اللي تدفعون فيها المخالفات المروريه، تجددون الليسن، وفي خدمات ثانيه بعد وايد تروم تستخدمونها عن طريق الروبوت الذكي هذا، وتتصورون بعد تاخذون سيلفي. دخلت جناح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. مرحبا، السلام عليكم. أهلا وسهلا، يا مرحب. اسمك الكريم؟ يوسف النقبي من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. يا مرحبا، إيش حالك يوسف؟ الله يعافيكم. أنا الصراحة جذبتني حملة أجمل شتاء في العالم، وصلت ما شاء الله يعني لحتى لخارج الدولة، الناس صاروا يعرفون عنها. خبرنا أكثر عن الحملة هاي. هذه طبعاً إحدى الحملات التي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. فكرتها أن نبرز المناطق السياحية الموجودة عندنا في دولة الإمارات، نعزز من الحضور وجذب السياح لاستكشاف الأماكن السياحية في دولة الإمارات. كانت من أبرز نتائجها أن ضاعف عدد السواح في دولة الإمارات اللي تقريباً 1.3 مليون سائح، زيادة عن النسخة الأولى تقريباً 36%. هني طبعاً نشهد بدور الإعلام الكبير، يعني هذا يدل ما شاء الله على نجاح الحملة في التسويق للأماكن السياحية والمشاريع اللي تكون فيها مختلف إمارات الدولة. شكراً، شكراً لك يوسف، ننتظر إبداعكم دائماً. مشكورين، يعطيكم العافية على الزيارة. شكراً. ما شاء الله تبارك الرحمن، أعداد الناس تزايد كل ساعة، ولاحظت عدد كبير من الطلاب والطالبات موجودين اليوم هني. هذا دليل على أهمية حضور مثل هذه المؤتمرات لرسم صورة أفضل للإعلام مع تبادل الخبرات ومشاركة الآراء والأفكار. رسالة الإعلام رسالة سامية، وهي أمانة وطنية وأخلاقية قبل كل شيء، فلا بد أن نتحرى الدقة في الخبر، فالمصداقية أهم من أي سبق صحفي.